السلام البنات مرحبا بكم في القناه شهوة الحاجه رشيده اليوم غنشارك معكم كاب كيك بخليط واحد وغنخرجوا منه جوج مذاقات مختلفين ومن طبيعه الحال بكميه بسيطه ديال المقادير غتشوفوا غيجيو معلكين تيجيو خفاف ومفشفشين وتيجيو مقوبين لينا وناجحين 100% مئة مئة. يعني بالماء الناس اللي تيبغوا يعني كاب كيك اقتصادي للوليدات ديالهم تنقترع عليكم هذا الكاب كيك اللي بالشوكولاط والثاني اللي غيكون بالكونفيتير تيبقى اختياري وعند واحد القرمشه من الفوق اللي غنديروها بالسنيده ونتمنى يعجبوكم هاد المقادير اللي الصراحه في نفشفشين ومهوين من الداخل وتيجيو الصراحه طريين من لوليداتكم الكوتي للمدرسه او حتى نتوما الكوتي ديالكم علاش لا مرحبا بكم في القناه ونتمنى هاد المقادير يعجبوكم وهاد الوصفه تعجبكم اول حاجه غندوزو للمقادير اللي عندنا اللي غنحتاجو جوج بيضات كاملين بحراره المطبخ كاس تاع السنيده وجوج معالق تاع العصير حامض كاس تاع الماء بارد كاس تاع الزيت واحد القشره ديال العصير قشره ديال الحامضه جوج خمارات فاني وقبسه ديال الملحه والدقيق غنحتاجو ثلاثه الكيسان ديال الدقيق الابيض هنايا غندير جوج بيضات كاملين هنايا غنح# أول حاجة في المرحلة ديالنا هي غنديرو هادشي في الطراب ديال العصير الكهربائي أو الطراب ديال الضو لي طربو لكم الإختيار تنخلطو كلشي المقادير إلا واحد الإضافات غنخليهم هما الاخرين غنديرو القشرة ديال الحامض الماء الزيت السنيدة البيض قبسة ديال الملحة وغنديروا غنديرو ديال الفاني غير نخليو غير الخميرة والحامض هما الاخرين مع الدقيق هنايا غنديرو شاسي فاني بالنسبه لهاد المقادير تيعطيونا 19 حبه بالنسبه للناس اللي بغاو يدوبلو المقادير تيدوبلوهم ودائما الكاس اللي حنا عبرنا به الزيت نفسو غنعبروا به الماء نفسو غنعبروا به حتى الدقيق يعني نفس الكاس سنعبروا به الخليط كامل كيف تتشوفوا ترغوى لينا هذاك البيض ولا اللون ديالو ابيض يعني نطربوه مزيان دابت لينا السنيده دا. ندمج لينا الماء مع الزيت صافي تنزيدو هادوك جوج معلقات كبار ديال العصير ديال الحامض تنبدا نزيد الدقيق الابيض اللي قلنا ثلاثه الكيسان معبورين بنفس الكاس اللي أنا عبرت به الزيت ودائما هذا الكاس راه نفس الكاس ديال العبار ديال تنخل... العنب تنخلطو مزيان وباش الكاب كيك ديالكم ينجح ليكم خاص ضروري يكون الخليط ديالنا تقيل يعني الكيك ديالنا ما تيكونش خفيف بحال الكيك العادي هنايا تيكون الخليط ديالنا تقيل علاش درنا ثلاثه كؤوب ديال الدقيق وهذا الخليط نفسه غنقسموه وعاد باش غنزيدو اضافات باش نحصلوا على اللون الاسود واللون الابيض مهم دائما هنا مع التخليط المستمر يعني مزيان باش يدخل لينا داك الدقيق ميبقاش يبقاش فيه كويرات تنحركو دائما مزيان ومن الاحسن الدقيق تغربلوه قبل ما تتعبروه يعني باش يبقى عندكم الدقيق دغيا يجيكم ساهل كيف تتشوفوا تنخلط مزيان وعاد باش غنزيد الخميره ديال الحلويات هي تنخليوها هي الاخيره في الاثناء يعني تنخلطوا وعاد باش يعني الكاب اللاطه ديال الكاب كيك وتنقسموا الخليط ديالنا الاول تنفرغوا الابيض وعاد باش نزيدوا الاسود وتا هو غنزيدوا فيه اضافات يعني باش نحصلوا على القوام تا هو محال محال هنا تنزيد الخميره ديال الحلويات يعني مع الدقيق من بعد صافي تنبقى نطرب بحال هكايا كيف تتشوفوا مزيان وتنهو نحاول نهز يدي مره مره الفوق هاد الطريقه اللي تنديروها راه تنهويو الكيك ديالنا وتنخرجوا منه دوك الفقاعات يعني مره مره تنطربوا تنهزوا يدنا الفوق باش يتهوى لينا الكيك ديالنا يعني نتمنى تكون واضحه لكم بالنسبه لهذا النوع ديال الكاب كيك تيطلع لينا اقتصادي اول حاجه غنشد الكاب كيك الابيض غنفرغ غير واحد شويه في القاع وغنخلي واحد المسافه اللي غنزيد مازال تاني كيف تتشوفوا الكيك تنكف فيه تقيل بزاف على حسب لينا دايره ثقيل باش يبقى هذاك القوام ديالو تيجينا من هنا باش ينجح لينا ولكن هنايا الكيك ديالنا راه تنعمرو فوق النص عير شي شويه ما تنعمروش الفوق باش ما يفيضوش لينا ولا درناهم مع عير حد من النص راه ما تيعطيوناش الشكل يعني الناس اللي تيبغوهم خارجي الفوق الكاغيط خاصهم ضروري يفوتو النص شويه في العماره كيف تشوفوا انايا مع الكريمه ديالي الخليط ديالي ديال الكيك عفوا تقيل يعني استعنت بواحد المعلقه باش نهبط بها لان تقيل متقلاه بزاف هذا هو النجاح ديالو هنايا كيف تتشوفوا وصلت النص ديال الكاغيط يعني ديال الكاب كيك بالخليط ولكن غنزيد فوق الكونفيتير ودرت هنا الكونفيتير ديال الفريز تقيل النوعيه اللي جيده ماشي خفيفه وبغيت ديروا ديال المشمشه بغيت ديروا بغيتو ديروا طرف تاع الشوكولاط تديروا بغيت تخليهم خاوين تتخليهم صافي نغطي فوق من هذاك الكونفيتير شويه بالعجينه قلنا نفوتو شويه النص هذا هو الشكل الاول اللي غنحتاجه وغندوزو للشكل الثاني كيفاش غنديروه معاكم يعني باش تشوفوه مهم بحال هكايا ودابا يا غنخلي من هذه العجينه البيضاء اللي غتخرج ليا 9 لوحينات غنقص منها فزلافه وفي نفس هذه السوبيره غنزيدو فيها الاضافه ديال الشكلاط الاسود نتمنى تكون واضحه ليكم الفكره هنايا من بعد ما نلقى شويه ديال العجينه غنزيد معلقه ديال الغبره ديال الشكلاط المر او الشكلاط الاسود تتحكموا نتوما في اللون اللي بغيتو انا درت معلقه كبيره يعني ما عامراش بزاف مقوبه زدتها ف مغربله وغنزيد جوج معلقات ديال الماء بارد فوق هذا الخليط يعني لان العجينه عندنا الخليط ثقيل وزدنا الشوكولاط معلقة يعني زاد نشفو لينا غنزيد جوج معلقات كبار ديال الماء بارد باش القوام يكون عندي محلو محل الاول يعني نتمنى هاد الاضافات يكونوا واضحين ليكم ويبانوا لي يعني يجيكم ساهلين مهم بالنسبه للمبتدئات اما الناس اللي فايتين خادمي الكيك راه ما غتلقاو حتى مشكل فيه صافي تنفرغ هنايا كيف تتشوفوا نعمر ثاني القوالب ديالي كاملين نفس التعمار ديال الاول تنخلي واحد تقريبا سنتيم لعل العمارة باش يجونا مقاوبين وكيف شتو في البداية ديال الفيديو تنعمرو تنحاولو منطلوش الجوانب لنا لينا باش ما يتحرقوش لينا وفي نفس الوقت يعطونا ريحه خايبه ولا اللي خسروا لينا الشكل ديال الكاب كيك ديالنا يعني في الكاغيط صافي تنعمر بحال هكايا وتنعاود نعمر حتى تنكمل الكميه المهم الخليط الاسود خرج ليا تسعه الحبات والابيض خرج ليا تسعه الحبات هنايا غنزين معاكم تزيين باش غتشوفوا باش غنزينهم واللي غندخل الفران غنشعلو من الفوق ومن التحت يعني حتى آه تنخشيهم عاد باش نشعل الفران تنديرهم في الفران بارد تنشعلهم من الفوق ومن التحت في الفران بارد تنخليهم حتى تيديروا هذيك القشره من الفوق ويزقاو في النضوج ونتعاد باش نطفي العافيه الفوق ونخلي عير التحت يكملوا في الطياب ديالها وهنا غنزيد بيبي بي الشوكولا داك الشوكولات صغيور آه باش نزين به تيبقى اختياري والناس اللي ما بغاوش ما يديروش غير هو تيعطينا واحد الشكل اللي هو زوين فالكاب كيك ديالنا وخصوصا وليداتنا تيبغيوه وبالنسبه للشكل الثاني الابيض درت فيه عرس السنيده من الفوق يعني كاضافه جات الصراحه عطيه واحد القرمشه واحد اللون ذهبي ونتمنى يعجبكم هذا الكاب كيك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم دي دابا غندخلو الفران وغتشوفوه اللي تدخلوا الفران يعني كيفاش يجي انا راه هذا هو الثانيه هي اللي صورت الاولى ما صورتهاش كي تيجي العلو ديالو مع الفران تنفخ لينا وتيجي هذا هو القوام ديالو نصايب غير بالماء ولكن تيجيوا صراحة لداد لداد وتيجيوا اقتصاديين ما فيهمش واحد المكونات بزاف ما فيهمش الحليب ما فيهمش دانون يعني تطلعوا لينا اقتصاديين وتيخرجوا لينا كميه كثيره نتمنى يعجبوكم هذا الكاب كيك وتجربوه مع الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش بالمشاركه وبلايك بلايك الناس اللي تيشوفوا الفيديوات ديالي وتنشكر كاع الناس اللي تنضموا للقناه ديالي وتيثقوا في الوصفات ديالي ومرحبا بكم بالنسبه لهنا الكونفيتير تيبقى اختياري بغيت ديروه بغيتو ديروه بالنسبه ديروا تقدروا ديروا حتى الشوكولاط تقدروا تخليهم غير خاوين تقدروا ديروا كل شيء كحلين نفس الطريقه يعني غير تتنقصوا واحد المعلقه ديال الدقيق الابيض لان كم غتزيدوا الشوكولاط يعني هذا هو الاقتراح ولا صافي الشوكلاط تنزيدو جوج معلقات يعني الا بغينا كلهم كحلين ونتمنى يعجبكم هاد الوصفه وسلام عليكم وباي باي نتمنى هاد الفيديو يعجبكم باي باي